طيب المساجد موجودة أين أكثر شيء؟ المساجد موجودة في فيتنام أكثر في الجنوب في منطقة أنجان ومدينة هوشيمين. أما في العاصمة يوجد فقط هذا المسجد. أما في عاصمة هذا المسجد الوحيد. هانوي. نعم. وفي بعض المدن يوجد كل مدينة كبيرة. المدن الكبرى في فيتنام ما هي؟ المدن الكبرى في فيتنام هو هوشيمين. هوشيمين. نعم. فيها مسجد؟ فيها مساجد. مساجد. نعم. ما شاء الله. هذه في الجنوب هوشيمين؟ نعم. عند المسلمين. نعم. ما شاء الله. وغير هذا؟ وغير هذا مثل أنجان توجد مساجد ومنطقة نينتون توجد فيها أربعة مساجد. ما شاء الله. فقط العاصمة يوجد فيها مسجد واحد. فقط عاصمة توجد مسجد واحد. الله المستعان.